معلش معلش. طب اهدأ. هو مش عارف، هو عاوز يقتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في عصر العصر حرام. وصعب على محمد مرسي علي الطلاب يا جماعتي، غير ما يمشي محمد مرسي ما فيش وطن شريف، غير ما يخرج في المدينة. احنا وردت نخرج الناس للمهدي، ما كنش حالي عاوز نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجنرات ده؟ دي مؤسسة صاحبة 7000 حضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين، لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات. طب استاذ ايهاب، عليه أنا انه هو، انا خايفه عليه، عليه انه هو. استاذ ايهاب، استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري. عليه انه هو، انا خايفه بس عليه. يدعو الانتخابات، هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت. انا خايفه عليه. ومصر مقبره الارهاب والتطرف. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل. النهارده ما شفناش راجل منهم من قاداتهم موجود في الشارع. يطلع هو ايه ده؟ هتموت كده، هتموت كده. هيبقى في مواجهة مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في مواجهة الجيش والشرطة والشعب. نجيب له ايه؟ اكتر من 33 مليون عشان خاطر ايه ده؟ ايه ده؟ انا خايفة عليك والله. ده عند الدستور وحرسه. ايه ده بس؟ ايه يوم ما عمل ايه على الدستور؟ حرام 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 حرام. طب خلاص خلاص،